الدكتور إيهاب سعد أستاذ جراحة الأوعية الدموية كلية الطب المنصورة وعميد كلية الطب السابق. أتشرف وجود النهاردة في الاي في سي 2019 ودايما متواجدين كل سنة. النهاردة في المؤتمر ده إن شاء الله هعمل برزنتيشن لتكنيك جديد لمرضى الفشل الكلوي اللي عندهم مشاكل في الأوردة العميقة اللي هو absent of the deep central veins. So what you can do in this situation when there is no available deep veins to do arteriovenous fistula. عشان كده بعرض عرض اللي هو او الاوبشنز المتاح في الحالات اللي زي ديت لو ما فيش افيلابيلتي الاندوفاسكولار تكنيك ان احنا نعمل ارتيريال بروستيتك لوب. بدانا من زمان في المنصوره بالاكزيلو ارتيريال وبدانا نعمل موضوع منشور باسم مجموعه المنصوره كلها على البريكل ارتيريال جرافت لغسيل الكلوي في المرضى الفشل الكلوي اللي ما عندهمش اي امل ان هم يعملوا عمليات فيستلا وما عندهمش امل في الزرع وما عندهمش امل في الغسيل البريتوني. يبقى ده الحل الوحيد المتاح بالنسبه لنا كلاست اوبشنز بالنسبه لهم للدياليسيز. فالمحاضره فيها عرض لهذا الموضوع وامتى تختار العيان وامتى تختار التكنيك اللي هتعمله والطريقه ايه والجرافت ايه والبريكوشن المستحبه في هذه الاحوال ايه، لان دي تعتبر طريقه جديده مش كل الاماكن بتعملها، لكن هي من الطريقه اللي احنا ربنا يعني ساعدنا ان احنا نظبطها ونقولها بطريقه معدله بحيث ان هي تخدم مرضى المصريين الموجودين هنا في مصر ان شاء الله.